والقمحية قلبك تخمامك باش يأتيك الله، والقمحية مغيرة باكية فاشلة تدوي وتتهدري. اللي نشوفوه نقولوه عندك الجواد ملوكة مرضينك ملفتة كل لفتة، اعدامك تيدروك شرفتي بلا وقت شبتي بلا وقت بقات في الصباغة. والقمحية عرفتي شنو سبابك في عدابك؟ انت كلك زينة من شعرك ترصبعانك، والديفو فين عندك؟ عندك الديفو في ودنيك، عندك غودينة وحدة تتشارجيك البيضة والصفريطة على البيض، تخرجي فيه البارود ديال موسم ولي عبد الله وهو ما داير ليك والو يا الظالمه يا مودينه. البيض تيتفقع وتيعطيك بالظهر، تيبات في الصالون بلا عشاء، تينعس في الطوموبيل وفي مصاصات اللي تيمشي عند مول الحنانه. والقمحيه ردي بالك، هادوك اللي تيشارجيوك راه تيرجعوا لديورهم يتعشاو مع وليداتهم سباغيتي ويعنقوا رجالتهم احنينتي، وانت يا الضحيكه تتعشاي بوحدك كل مجدامه وتتنعسي باكيه مخنة معنقة المخدة وعند راسك مظلومة يا الظالمة. والقمحية عطاك مولانا جوج ودنين وانتي خدامة غبودن. والقمحية إلا ما شتو لك الشمل وركبو فيك السكر والملح وتولي سيك خصالي بحال البسطيلة، قولي الحاجة مينة ماشي مرة شريفة راه راجل ممثل دور ديال المرأة. والقمحية ردي بالك، واسمر قلبك تخمامك باش يأتيك الله، مغير اسمر مغير كنتي معقولة اسمر الاستنجاء الوضوء الصلاة الاحترام. ساعة قولي المعقول ما كانش خارج من قلبك، كان خارج من الحزقة اللي كنتي فيها. الله يدوم الحزقة على شي بعضين. واصبر غدورتي شوية العاقة مع الإيكوميرس تجارة إلكترونية وانت تسيف، واللي تطلع الدريات والعيالات في طموبيلتك أكثر من التاكسيات الحمرين والبيضين. أخليتي ما طلعتي الصغارات الكبارات المهمات الكولوجيات الهاربات الزينات الخيبات المطلقات البيرات المجوجات المخطوبات الخدامات المشمكرات العريانات المزيفات، تضحك وتجي على عين كفاك انت وداك الزرق اللي يدير وحداك بحال قريسون. هذاك الزرق جويعين العلامات ديالو ديما تيندغ المسكه ديال جويله براسلي ديال ختو سروال سليم الفورمه ديال جوان بقى فيه نطره. واسمر عندك يسحب ليك الزرق مصاحب معاك حيت تيبغيك هي لوفز يو، راه تيبروفيتي فيك كيما الدريات اللي تركبوا معاك، غير هما الدريات تنعيروهم وهو ما تنعيروش. وهذه ديديكاس ليه من عند الحاجة الله يحرق ريا تمه. واسمر سامع بصياد النعام راه هو انت، وغتلقاها غتلقاها غتعيش الجحيم في حياتك، والنهار اللي غتقول غنتوب الله وغنتزوج غتولي تشك في مرتك وخا تكون حاجة سبعة مرات ومعتمرة 100 مرة حيت دوزتي كاع الماركات ديال العيالات ووليتي تتشك في كلشي. واسمر كاع اللي دوزتي على بنات الناس غيدوز عليك مدوبل أم تريبلي. أشنو المعمولة السمر اللي نشوفوه نقولو؟ خاصك تمشي تداوي راسك على جوج حوايج. الحاجة الأولى عندك مرض ديال الإدمان، ولا يا الهبيل أنت من الناس اللي تسمعوا كلمة إدمان تيسحابوك الإدمان غا على المخدرات، ولا راه كاين حتى الإدمان على الحرام على العيالات وفهمتي؟ وهذا إدمان خاصو يداوى عند الاختصاصيين ماشي في قبة سيدي عبد الرحمن ومولاي شعيب عطاي العزيرة. واسمر سول على راسك وما تبقاش تقول أنا في نهار واحد 4-5-7 عيالات أنا في حل، معك مدمين وجاهل جوج في واحد. واسمر الحاجة الثانية اللي خاصك تمشي تداوي عليها وهي كيفاش ترجع الثقة ديالك في المرأة، حيت الماركة ديالكم يا صيادين النعام ما تبقاوش تيقوا في المرأة وخا تكون مكم. واسمر قبل ما تولي زمر سير داوي راسك عند الاختصاصيين، استغفر مولاك بيبان مولانا ديما محلوله، ادماس الكارطة يا طالع في الطلعه، ما تنساش الهبطه وتابوناو في الفيسبوك واليوتيوب.